صباح الخير عليكم مشاهدي الصحة والجمال، يا رب تكونوا بألف خير. موضوع حلقتنا النهاردة مختلف جدا شوية، مختلف عن باقي حلقاتنا. خلوني الأول أرحب بضيفتي الحاجة عطيات، أهلا بيكي يا حاجة عطيات. أهلا بيكي يا أستاذ. خلوني كمان أرحب بزميلتي مروة، أهلا بيكي يا مروة. أهلا بيكي يا حنين. النهاردة هنتكلم عن عالم الروحانيات، الجن والسحر والحاجات دي. كتير مننا بيشغل باله بالموضوع دوت ومحدش فينا عارف يوصل لحل. الدجالين والمش عاوزين والناس النصابين بيضحكوا علينا ان هم ياخدوا مننا فلوس عشان يعالجونا بالغلط وبيتاجروا باسم ربنا. الجن موجود ومذكور في القرآن، سواء كان في القرآن او مع الصحابة والسنة، وفي اذكار كتير بتقول ان احنا فعلا عندنا جن. معانا النهاردة حالة حقيقية بتشتكي من دوت بقالها حوالي 30 سنة. الحالة بتحكي حاجات حقيقية بتحصل، ولجأت لكتير من الدجالين والسحارة والحاجات دي كلها، ومفيش حد قدر يوصلها لحل حقيقي، وما زالت لحد النهاردة بيحصل لها كل أعراض السحر والجن. هنشوف النهاردة معاكم ايه اللي بيحصل لها، والموضوع بدأ معاها ازاي، وهنقدر نعالجها ازاي. اهلا بيكي حاجة عطية. اهلا بيكي يا استاذ. وليه الموضوع بدأ معاكي بداية، من امتى وازاي؟ هو بدأ معايا ان انا كنت بقعد اقرا قرآن كتير، بحب القرآن كويس، فطلعت حاجة، بصيت لقيت حاجة طلعت قدامي. دي اول مرة في حياتك تحصل لي؟ اول مرة في حياتي. اوكي. كان المصحف يخلص ابدأه من تاني. تمام. والاخر بصيت لقيت حد خبط على الباب والباب مفتوح. تمام. فانا اتخضيت، بصيت لقيت واحد واقف قدامي، بس واحد جن. تمام. واحد جن. رحت انا اتخضيت ورحت قايمه مفزوعه، المصحف وقع من على حجري، ما دريتش بقى بنفسي حضرتك، انا فكرته مشي، بس تمام. هو قالوا لي ده لبسك، ما دريتش بنفسي الا دخلت بقى المستشفى. تمام. وقعدت فتره والدكاتره قالوا ما عندهاش حاجه، طلعت فتعبت فتره، بس بعد كده رقت شويه. بعد كده بقى لقيت تعبت ازاي؟ طيب ايه الاعراض اللي ظهرت عليك؟ يعني بقيت ماشيه رقبتي مرفوعه فوق، مش قادره اوطيها ولا قادره ابص كده ولا ابص كده، وزي ما يكون حد مسلط دماغي لفوق بس وخلاص. وبعدين فجاه لقيت نفسي يعني رقت لوحدك كده؟ لوحدي. بس بقيت بقى لو واقفه في اول الشارع اشوف اللي في اخر الشارع، ابص الاقي نور كب من عيني اشوف اللي في اخر الشارع. تمام. مثلا الدنيا ضلمه ابص الاقي الدنيا نورت لي، فانا ما كنتش اعرف والله. ففي ناس بقى قرايبنا عرفوا، ممكن يكونوا عرفوا مثلا حاجه ان انا في حاجه كده، راح جم قالوا لي تعالي تعالي ما نرقيكي. كويس. اتاريهم هم جايين ياذوني. دول قرايبك من دمك؟ لا، قرايب والدتي، مش انا ما اعرف والله، انا كنت اول مره اشوفهم. كنت انا بقى متجوزه ومعايا اولادي بقى صغيرين الاثنين، وبعدين تعالي ما نرقيكي، اتاريهم جايين ياذوني، حد سلطهم عليا جايين ياذوني، وانا والله ما اعرف. ومن يوميها بقى بصيت الاقي الجن دوت يطلع في قلب الشقه. طب انت بتشوفيه على هيئه ايه؟ بني ادم؟ ايوه. بيبقى على شكل بني ادم ولا بيكون عباره عن ايه؟ الوقت بشوفه في كذا حاله، بشوفه بيبقى جن. وبعدين بشوفه بيبقى واحد طويل كده اسمر، وعينيه كده بص الاقي عينيه كبت عليا، وساعات اشوفه ابيض. كبت عليكي ازاي؟ مش يعني ايه يعني شعاع كده يطلع من عينه يجي عليا جامد. وبعدين ساعات اشوفه ابيض، وبعدين الوقت انزل الشارع يبقى واحد راجل يمشي جنبي. طيب بتشوفيه في شكل معين او في وقت معين ولا دايما؟ على طول، ده على طول ليل ونهار. طيب حالتي على طول ليل ونهار. اخر مره شفتيه كانت امتى؟ ده لسه حضرتك النهارده الصبح قبل ما اجي، انا ما نمتش طول الليل الصراحه قاعده. اخر مره شفتيه يعني شفتيه حقيقي كان امتى؟ قبل ما اجي قاعد واقف كده انا في قلب الشقه واقفه وهو واقف قدامي. هو بيكلمك طيب او في حوار ما بينكم؟ مره ولا؟ مره كلمني. قال لك ايه؟ مره كلمني في قلب البيت وهو جان، راح اكلمني بطريقه انا ما فهمتهاش، يعني زي السوداني زي لغه كده مش فاهمه صراحه. بقول له طب قول لي انا اخف ازاي، انت عايزه مني انا اخف ازاي، انا عملت لك ومين اللي بعتك هنا عندنا؟ راح اتكلم بلغه انا ما اعرفهاش. تمام. حتى اختي برضو قالت لي ده انت يعني ممكن تكوني غلطانه، راح طالع لها وكلمناها بنفس اللغه. يعني في حد غيرك بيشوفه؟ اختي طلع لاختي قالت له طب قول لي، فكرتني ان انا يعني مثلا بهرج او حاجه، راح قالت له طب اطلع لي وقول لي هي تخف ازاي، راح طلع لها واكلمها بنفس اللغه اللي كلمني بيها، وراح ماسك المصحف، المصحف على الترابيزه، مسك المصحف وراح حاطط لها فيه صوره، الصوره دي بتاعت ابني الصغير. وانا بقى تعبانه، وبعدين هو بص طالع من ظهري الوقت، انا ماشيه على طول وحد طالع من ظهري
لا مؤاخذه زي ما اكون شايله حد على ظهري على طول والله. وغير بقى بيطلع في قلب البيت على طول معايا وبيأذيني ايام معينه بقى اجيب دم من بقي. طب انت لما جيتي النهارده علشان يعني تعرضي حالتك وكده وان حد يحاول يعالجك او كده يصرفه من قلب البيت، حسيتي باعراض بدوت بسبب طبعا اعصابي توترت وعصابي وحد بقى يزغدني مؤاخذه، حد يخبطني في جنبي، يخبطني في صدري، يخبطني في قلبي، وراكب وحاجه طالعه من ظهري بني ادم، طالع من ظهري راكب على ظهري والله بني ادم، انا شايله حد على ظهري على طول. وبعدين بيطلع في قلب الشقه واول منزل تحت يبقى واحد راجل والله جميل جدا وماسك سبحه ويمشي جنب، ومره كلمني مره كلمني قلت له تعالى انت بتطلع لي، شفت بقى طلع من جنبي على طول مفيش حد ماشي جنبي، قلت له تعالى، راح مكلمني وراح قايل لي ايه ولادك وانتي مأذيه جوزك عامل لك، يعني كلمني بطريقه كده حتى مش عارفه. هو بيأذي حد من ولادك او بيأذيك انت شخصيا؟ ابني الصغير، ابني الصغير ده على طول بيشوفه وبيقول لي يا ماما انت مأذيه وانت عندك حد عايز يقعد معاكي على طول، ابني الصغير قال لي كده. تمام، احنا معانا الشيخ هاني العباسي هو هيفسر لنا حالتك، وهنطلع فاصل دلوقتي وبعد الفاصل انتظرونا مع الشيخ. ورجعنا لكم بعد الفاصل. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا بيسأل عنه كتير من الناس في مصر ودول كتير، وناس كتير جدا بيسألوا عن كيفية العلاج بالقرآن من هذا المرض، وده ما يقلش من عن غير الأمراض التانية اللي هو السحر. وطبعا زي ما انتوا عارفين ان السحر مذكور في القرآن. معانا ومعاكم النهاردة الشيخ هاني العباسي هيفيدنا في الموضوع ده ويعرفنا فيه شوية. أهلا وسهلا بك. أهلا بك. أهلا بك يا شيخ. أهلا بك يا شيخ، ربنا يحفظكم أجمعين يا رب. بداية أحمد الله جل جلاله بما هو أهله، وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه صلاة طيبة دائمة مقبولة بدوام الله إلى أن نلقى الله جل علاه. وبعد، بالنسبة كما ذكرت حضرتك قضية السحر هي قضية عظيمة تهم قطاعا عريضا من الموحدين والموحدات، لا أقول في بمصر فحسب بل بمصر وغيرها من الدول التي لا تزال تعرف بالتقدم المادي والعلمي. وللأسف الشديد هذا الموضوع زاع وراج وانتشر انتشار النار في الهشيم، وما انتشر هذا الموضوع إلا بسبب ضعف الإيمان. صلى على الحبيب. ومن هنا يحضرنا قول الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه كما ورد في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث حذيفة بن اليمان، وفيه أن رسول الله قال تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، وفي رواية قال عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود أو تصير على قلبين، على قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا من أشرب من هوى. والمتجول في سنة سيدكم محمد صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيك سيدي يا رسول الله، المتجول في سنة الحبيب صلى الله عليه وآله يدرك أن هذه القضية من الأهمية بمكان، لا سيما في زمان انتشر فيه على شاشات الفضائيات وعلى كثير من الجرائد والصحف والمجلات هؤلاء الدجالون الذين يكذبون وينصبون على خلق وعباد الله تبارك وتعالى بأمور ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، منهم من يزعم أو يدعي جلب الحبيب، ومنهم من يدعي رد المطلقة، ومنهم من يدعي الكشف عن المسروقات أو المفقودات، ومنهم من يدعي الصلح بين المتخاصمين. أقول منهم من يستخدم السحر، يعني منهم من يستخدم السحر كوسيلة له في تحقيق مراده. يعني على سبيل المثال تذهب أخت من أخواتنا إلى أحد هؤلاء حتى يقوم بعمل صلح بينها وبين زوجها، فيقوم بعمل ما يعرف بسحر الجلب أو التسخير أو المحبة، وهذا يحرم شرعا. وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه حرم الذهاب إلى هؤلاء
والمتجول في سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه يدرك هذا الأمر جيدا. ومن هنا أقول: كم من البيوت التي خربت، وكم من الأطفال التي شردت ويتمت، وكم من زوجة أو امرأة فرق بينها وبين زوجها بسبب هذا المرض العضال، وبسبب هذه الفتنة التي زاعت وراجت وانتشرت في أيام انتشار النار في الهشيم والعياذ بالله. تفضل حضرتك، شفت معنا الحالة صح؟ بالنسبة إلى والدتي، أسأل الله عز وجل أن يحفظها ويسترها ويعافيها ويشفيها شفاء لا يغادر سقما. استمعت جيدا إلى كلامها الذي تحدثت فيه، لكن حضرتك إيه؟ لكن أنا من خلال كلامها لاحظت أنها ابتليت بوهم شديد جدا، مع جانب آخر من الروحانيات سكن جسدها بسبب التعامل مع الدجالين والمشعوذين، أخذوا منها مبالغ مهولة، وللأسف الشديد ما سووا معها أي شيء وما عالجوها بالطريقة التي ترضي الرحمن تبارك وتعالى. قالت كده لدرجة أنها باعت بيتها وباعت عفشها وصرفت كتير قوي على الدجالين، وفي الآخر برضو ما فيش أي علاج. لذلك حرم سيدنا صلى الله عليه وآله الذهاب إلى الدجالين والمشعوذين. اسمعي قول الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد في الحديث الذي رواه الإمام البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وفي رواية: إياكم والسبع الموبقات. وسميت بالموبقات كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وطيب مولانا ثراه، سميت بالموبقات لأنها تهلك صاحبها في نار جهنم والعياذ بالله، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ هكذا سئل سيدكم صلى عليه صلى الله عليه وآله. قال: الإشراك بالله، ثم السحر، ثم وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ثم وأكل الربا وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. والشاهد من هذا الحديث، حضرتك عندما تقرأي هذا الحديث المصطفوي المحمدي تجدي ملمحا طيبا مباركا، تجدي أن الحبيب صلى الله عليه وآله بعد الإشراك بالله ذكر السحر، ثم ذكر القتل إلى غيره من الموبقات أو المهلكات التي ذكرها سيدنا محمد صلى الله عليه وآله. والسؤال الذي يطرح نفسه بنفسه: لماذا ذكر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإشراك بالله السحر ثم ذكر القتل، مع أن القتل جريمة كبرى؟ قال فيه مولانا تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكر كثير من أصحاب المسيرة والسنن كثيرا من الأحاديث المصطفوية المحمدية التي بيّن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم خطورة القتل فيها. يكفي قول الحبيب صلى الله عليه وسلم والحديث عند بعض أصحاب السنن: قال رسول الله: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وقال سيدنا: الآدمي بنيان الرب ملعون من هدم. ومع كل هذا تجد أن المصطفى صلى الله عليه وسلم يذكر بعد السحر، يذكر السحر ثم يذكر القتل. لما؟ لأن السحر كفر وشرك بالله، لأن السحر جريمة كبرى، لأن الساحر كفر بربه جل جلاله. وكلما ازداد الساحر في شركه وكفره وتجرؤه على رب العالمين تبارك وتعالى، كلما كان الجني له أطوع ولخدمته أسرع. ومن هنا حرم محراب البلاغة والفصاحة والبيان بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، حرم وحذر الذهاب إلى هؤلاء الدجالين أو العرافين. طب معلش أقطع كلامك، طب هو إيه أعراض السحر
وازاي احصن نفسي وازاي اولا بالنسبه الى هذا السؤال بعد صلاتك على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، اسال الله عز وجل ان يطيب المجلس بسيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه. بالنسبه الى اعراض السحر، كذلك في انواع للسحر كثيره جدا، المشروب، المأكول، المدفون، المنثور، المقبور، المبحور، المطلسم، الأسود، الأحمر، السفلي، سحر الوسواس، سحر الجنون، سحر الخمول، سحر تعطيل الزواج، سحر تأخر الإنجاب إلى غير ذلك. كل الأنواع دي ما هي إلا اجتهادات من أهل العلم، وأقول ذلك من باب الأمانة حتى يعلم المشاهدون والمشاهدات إن في اجتهاد كثير من أئمتنا، أو في اجتهاد كثير من الرقاة أو المعالجين، جابوا حضرتك وليكن سحر تأخر الإنجاب، وضعوا لي أعراض وأسباب وكيفية تداوي، جابوا مثلا سحر تعطيل الزواج، وضعوا لي أسباب وأعراض وكيفية تداوي، جابوا وليكن مثلا سحر تعطيل العمل وهكذا. فكل سحر من هذه الأسحار بكله أنواع أو أعراض خاصة به. أما بالنسبة إلى الأعراض العامة اللي حضرتك تفضلت بها الحين، هي أعراض ستة ذكرها كثير جدا من أهل العلاج، منها الصداع، رؤية الكوابيس والأحلام المزعجة، ظهور علامات أو بقع بالجسد، التأثر عند سماع القرآن الكريم، رؤية الخيالات أو التخيلات، بالإضافة إلى الانطواء. هي دي الأعراض اللي ذكرها أهل العلم الست شفت والموجودة في كتب المعالج. نعم حضرتك شفت الحالة اللي معنا تفسيرك. نعم. ليها أن فعلا في سحر ولكن كلها وهمي. حضرتك سألتيني السؤال ده في بداية الحالة، أنا قلت لما عليك بالنسبة للحالة اللي الأخت كانت موجودة الحين معانا، قلت لك جزء فيها متأثر فعلا بالموضوع ده، والجانب الآخر جانب بسبب الوهم الشديد اللي هي عايشة. طب وهل لها عليك؟ علاجها بفضل الله عز وجل، أولا القرآن، ثم لابد من أنها تواصل مع دكتور أمراض نفسية يعني حتى ينظر في حالتها، يعني لأن نفسي. سيدنا محمد أخبر صلى الله عليه وآله أنزلوا الناس منازلهم. أنا بقول لي كده لأنها تستمع إلى القرآن ولا تتأثر إلا قليلا به. دي معايا حضرتك؟ وهي بتصلي. لكن اللي عنده سحر، اللي عنده مس، اللي عنده حسد إلى غيره، بمجرد ما بيسمع القرآن يتأثر بسماع القرآن الكريم، بناء على ذلك نقول هذا الشخص ابتلي بمس، ابتلي بسحر، ولا نقول من تلقاء أنفسنا. من خلال الأعراض اللي بتظهر على الحالة بفضل الله عز وجل احنا بنعرف الحالة دي عندها سحر ولا ما عندها شيء. تمام معايا حضرتك؟ تمام. لكن جزئية ان الإنسان يهرف بما لا يعرف ويقول لك اعطيني اسم الأمة والأب، او خذ الحجاب، او خذ التحويطة، والأمور دي منتشرة جدا في زماننا وأيامنا. اللي هيدخل في المجال دون أو الذي يتحدث بهذه الطريقة ضعف يقينك وعلمي 100% أن هذا الرجل دجال أو ساحر يستخدم في علاجه أمورا لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. وأنا بحييكم على البرنامج دون من كل قلبي، لأن الموضوع دون انتشر جدا جدا في أيامنا، انتشر انتشار لا يعلمه إلا الله، وكثير من الناس والله لا يعلمون شيئا في أمر العلاج، دخلوا في هذا الموضوع بقصد أو بهدف جمع المال. أنا لا أقول أن التقاضي أو أخذ أجر على الرقية حرام شرعا، أخذ الأجر على الرقية جائز، وورد في ذلك يعني ما عندي بفضل الله عز وجل أكثر من حديث، يكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل. وعندما لدغ، والحديث في الصحيح، عندما لدغ سيد الحي قال لن أقرأ حتى تجعلوا لنا جعلة، يعني تعطوني مبلغا من المال. تمام. فبالنسبة إلى هؤلاء انتشروا انتشار فظيع في أيامنا. تمام. فنسأل الله عز وجل أن يسترنا ويسترهم ويحفظنا ويحفظهم يا رب العالمين، فهو نعم المولى هو لذلك يا مولاي. اللهم أمين يا شيخنا. نعم. للأسف وقت حلقتنا خلاص خلص، والفقرة بتاعتنا خلصت. احنا هنخلي الشيخ يتواصل مع الحاجة عطيات، وفي اقرب وقت ان شاء الله هنعرض لكم تقرير يكون فيه الحالة هيحصل لها ايه او هتتعالج ازاي. ان شاء الله في اقرب وقت هنعرض لكم تقرير بدوت. استنونا بعد الفاصل في فقرتنا لقيت الطبطب. ورجعنا لكم بعد الفاصل
في فقرتنا لقيت الطبطبه. موضوع حلقتنا النهارده يخص كل ست وكل بنت مقبله على الزواج، وهي الحما مامة الزوج. كتير مننا بيشتكي من الموضوع دوت. خلوني قبل ما ابدا موضوع حلقتنا النهارده ارحب بضيوفي. اهلا بيكي يا سهى. اهلا حبيبي. اهلا بيكي يا اروى. اهلا بيكي يا اسماء. خلوني كمان ارحب بزميلي محمد. اهلا بيكي يا محمد. انا هبدا بسهى. ايه اسباب الصراع اللي دايما بتكون ما بين الحما ومرات ابنها؟ بصي، هي من وجهة نظرك يعني هو الصراعات دي احنا مش هنختلف عليها خالص، لان هي من زمان. دي حقيقة. من زمان جدا، مش من دلوقتي اصلا، مش دلوقتي خالص. الخلافات بتبتدي ازاي؟ دلوقتي هي بداية من قبل ما الابن يتجوز. دلوقتي الابن بيبقى شايف واحدة مناسبة ليه، الكلام ده كله، فعايز يتجوزها. فبتبتدي الخلاف. الام عايزة زوجة معينة، هي عايزة لابنها زوجة معينة. ماشي، حسب فكرها وحسب عاداتها وحسب البيئة اللي نشأت فيها وعلى حسب تعوداتهم وعاداتهم وتقاليدهم كده يعني. دي هي. تمام. بتبتدي حتى لو هي نقت العروسة دي او نقت الزوجة دي او اختارتها، فبيبقى برضو الموضوع بيتوقف. هو احنا عندنا انواع كتير جدا من الحموات. تمام. كل واحدة بيبقى لها فكر معين وليها برضو طبع معين، واختلافات كتير جدا في الرأي وفي وجهات النظر وفي التعامل مع كل زوجة. وطبعا الزوجة نفس النظام، هي اللي بتبقى داخلة او داخلة للجواز. زمان كانوا بيقولوا لهم ايه؟ بصي، زمان كانوا بيفهموا الزوجة قبل البنت قبل ما تتجوز. صحيح. بيقعدوا معاها، عاملة حماتك كويس، حماتك اهم زي مامتك بالظبط. ده زمان. زمان. دلوقتي اهل الزوجة اصلا بيكونوا سبب في المشاكل دي، يعني هما بيكونوا اصلا سبب اساسي. لا، هو ده زمان. لا بصي، هو المشاكل دي، انا زي ما قلت لك دلوقتي، المشاكل دي برضو من زمان، بس الفرق بين زمان ودلوقتي ان ليه العلاقة كانت بتكمل، او ليه ان هما كانوا بيبقوا شايفين ان بتكون البنت على حسب هوى الام. على بتيجي امهات كتير لما الحموات شرط على فكره. لا، معظم في نسبه كده من الحموات يجي يشوفوا لو انت بتحب واحده وصممت عليها تبقى هي اصلا متعقده منها، انت بتحبها، انت كده هتميزها عني. انت كده انت هتاخدك مني. بصي هو على حسب اختلاف الحموات. تاخدك مني يعني. انا هرجع للنقطه دي بعدين. ماشي، في اللي هو انواع الحموات. ماشي، بس انا دلوقتي بتكلم في فكره ان هو الاسباب ان انا دلوقتي الوقت اللي احنا فيه او العصر الحالي غير زمان. زمان البنت كانت بتتاقلم وعارفه حماتها كذا وعارفه طبع حماتها، وبتبقى مجبره او انها تكمل. هي مجبره على وضع معين لسبب ان انا اهلي فهموني استحملي حماتك زي مامتك، الكلام ده كله. دي حقيقة. دلوقتي غير كده يعني. دلوقتي بتبقى البنت داخله تتجوز، فبيتفقوا الام او الاهل، اهل العروسه، بتبقى مامتك ملهاش دعوه بنتنا. وفكره بنت العيله دي بقت كارثه بالنسبه لاي حد. في الثقافه والسوشيال ميديا، غير بقى السوشيال ميديا وغير الاعلام والصحافه، دي بقى اكتر حاجه ممكن تولع الدنيا. اللي بقيت فاهم المنظور نفسه بين المجتمع. بس طبعا مش كل الاعلاميين. لا يعني. لا، هو مش الاعلاميين. لا، هو بصي، هو مفيش اعلامي بيدي راي. هي الرساله اللي هو الاعلامي عامه بيبقى محايد ما بين كده وما بين كده، ومالوش راي. مسلسلات والافلام، بس التلفزيون عندك والصحافه وكل واحد بقى الحاجات اللي بتنزل على والجروبات. طب قولي لي اسماء، الزوج دايما بنشوفه حيران ان هو يرضي، بين ان هو يرضي امه ويرضي مراته، ازاي يحتوي الموقف ده وازاي يتعامل معاه؟ هو انا شايفه المبدا مهم قوي، اللي ملوش خير في اهله ملوش خير في حد. يعني مش هنيجي مثلا يبقى في خلاف ما بين الزوجه وما بين الحما وهنقول للزوج انصر مراتك على مامتك. تمام. ما ينفعش. بس هنا بقى الزوج المفروض يبقى حكيم، يشغل مخه شويه. يعني هو ممكن بنسبه الكلام الحلو بالطبطبه زي ما بتقول حنين فكره لقيت الطبطبه، يمشي بنظام الطبطبه لمراته، اللي هو الكلمه الطيبه الطبطبه، ان هو يحاول يفهمها طبيعه وطبع مامته. فهي تبدا تستقبل، تبدا تبقى كويسه، تبدا على الاقل تحتوي نقطه الغضب والمشكله اللي مامته بتفتعلها معاه. تمام. وفي نفس الوقت هو
بحب مراته ليه عرف يسكن الموضوع لمراته وعنده مامته بقى هو عارف ازاي يكلمها ازاي يخش لها ازاي يحبب الاثنين في بعض. لا يخش لمامته بمبدا انا ابنك مش عايز سعادتي يعني ده. سعادتي انك انت تودي يعني تبقى علاقتكم كويسه عشان انا ابقى سعيد وهنا ابقى كويس وهنا ابقى مرتاح واركز في شغلي. فدخل على عاطفه الامومه بالنسبه لمامته ودخل على عاطفه الحب بالنسبه لمراته وعرف يوصل المثلث العيله اللي هم عاملينه هم الثلاثه مع بعض. طيب قولي لي انت بقى اروى من وجهه نظرك هل اهل الزوجه اهل البنت دور في المشاكل دي؟ طبعا اهل البنت واصحاب البنت وجيران البنت والدراما والدراما ايوه المسلسلات والافلام كل ده ليه دور طبعا. اللي هو هي من اول ما بتتخطب اصلا بس حماتك باين عليها عقربها بس مامته بقى والله العظيم دي حقيقه. لا اقسمك بالله دي حقيقه دي حقيقه. ف حماتك باين عليها عقربه فهي خلاص حطت في دماغها انه حماتي او دي البعبع اللي هتخوفني او دي هي داخله اصلا عارفه انه هتحصل مشاكل وكده. لو اصلا لو حتى ما حصلش مشاكل هي هتبقى بتهيألني في مشاكل. بصي يا حنان اصلا حطاها قدامها انت عنصر مشكله بالنسبه لي انت ده بالنسبه لي كده العمود بالظبط بالظبط يا حنان داخله اصلا تتعامل معاها بيدخلوا ايه بقى بيدخلوا بصي يا انا يا انت او البقاء للاقوى بالظبط. اللي عايزه اقوله انه دي ست زيها زيك بالظبط عامليها على انها انت في يوم من الايام هتكوني مكانها يعني انا مش هاجي اربي ابني واكبره في الاخر علشان بعد ما اتجوزه تحصل مشاكل ما بيننا ده مش هينفع خالص. هي الامهات الذكيه اللي بتتعامل المبدا ده اللي هو انا هتعامل دلوقتي مع حماتي صح عشان ابني وبنتي قدام بعد 20 سنه هكون انا في نفس الموضوع بالظبط. هو عامه يعني اولا واخيرا احنا ما ينفعش نجيب اللوم على الزوجه او على الحما لان اوريدي في صراع لازم يكون في صراع لان كل واحد فيهم هو انا ممكن اعترض معاكي بجمله في صراع لا اوريدي لازم يكون في مشاكل لان كل واحد ليه اوريدي ليه اوريدي كل واحد فيهم عايز يتعامل بطبيعته او بالبيئه اللي انشا فيها او بالاسلوب اللي اتعود عليه. هي اتعودت ان هي ربت بنتها على مبادئ فعايزه مرات ابنها تبقى جايه على المبادئ دي والعكس صحيح برضو اللي هي مرات الابن بتبقى مامتها عودتها على حاجات هي برضو مش حابه الحاجات اللي بتتفرض عليها جديد. فاحنا لازم نبقى مقتنعين ان اوريدي في مشاكل بنحط الافكار دي في دماغنا بالظبط. أيوة. ده اللي انا عايزه اقوله دي حقيقه. انت لو جبتي ام وبنتها في بيت ام انا ما ينفعش اعتب على الزوجه ولا ينفع اعتب على الحما. انا ما بعتبش على حد منهم. بصي هو احنا بنتكلم انا بقول لك وجهه نظر انت بتقولي لازم يكون في صراع. انت لو بصيتي بعلاقه ام وبنتها طبيعيه جدا في قلب البيت هتقوم اصلا بيتخانقوا مع بعض كل يوم 100 خناقه كل يوم بس ام متخبيه تمام ولانه انت من جيل طبيعي جدا انت ومامتك نائب نقير وعايزه تبقي مع حماتك سمنه على العسل تمام. هي بقى لانها داخله زرعه في دماغها انه هم مخوفينها اصلا من حماتها وفكره الحما دي فكره مرعبه المشاكل بتحصل من هنا. لا هي بقى لو اتعاملت اللي هي بتسمعها ثانية واحدة يا صاحبي ثانية واحدة هي بقى لو اتعاملت على انه حماتها دي اللي هو دي 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 جايبه لها هدية دي جايبه لها زوجها يعني دي جايبه لها زوجها اللي هو شريك حياتها اللي هيكمل معاها حياتها هي مش هتبقى في اي مشكلة ما بينهم خالص. اللي هي تمشي بمبدا الكلمة الطيبة صدقة انا هعملها كويس عشان خاطر هي تعاملني كويس بالزبط. وحتى لو فضلت تعاملها وحش مرة على مرة على مرة هتعاملها احسن بالزبط. سهى قولي لي ازاي البنت تعرف البنت اللي هتتجوز هتعرف تعيش مع حماتها خصوصا لو حماتها دي بتاعت مشاكل او عرفت ان هي بتاعت مشاكل. هو مفيش مشكله اقسم بالله اهو هو اولا مفيش حما بتاعت مشاكل دي الفكره اللي هي خدتها مفيش ست لا مفيش حما بتاعت مشاكل وفي او شديده شويه لا هو مين اللي قال كده ان لا لا ما انا هقول بتاعت مشاكل لا لا. مين قال كده في مرات ابن بتاعت مشاكل برضه طبعا احنا جايبين كل اللوم على الحما وكانها حاجه مرعبه. هو قال كده ان اه انا بقول لك ان مفيش حما بتاعت مشاكل لان مفيش حد كل واحد وليه طبعه. احنا عندنا دلوقتي كذا نوع من انواع الحماوات. عندنا اول حاجه الحما الفضوليه الفضوليه دي تلاقيها طول الوقت عارفه اللي هو حشره من خرف كل حاجه عايز تعرف كل حاجه كل التفاصيل دلوقتي دي عندنا الحما دي كتير. دلوقتي البنت هتعمل ايه؟ انا عارفه الحما دي كده ما انا هضايق نفسي او هتضايق من طريقتها ان هي داخله عايزه تعرف تفاصيل كل حاجه. لا ما انا هضايق نفسي ليه او هتعصبي نفسك على ايه؟ ما هو اصل هو الوضع مش هيتغير يعني وانت مش هتتعايش مع الوضع حاجة. يعني اللي هو هتتعايش مع الوضع اللي لان هي على مرحله لازم تقبل المرحله لازم تقبل المرحله. فبالنسبه لنا بقى الحته دي ان البنت او الزوجه بتقدر تتعامل فيها ازاي؟
انا همتص الحته دي بان ان انا ما اضايقش نفسي لاني مش هروح اخرب بيتي عشان حاجه عشان خاطر حاجه تافهه. فانا هاجي هعرفها كل حاجه او هشاركها كل حاجه، انا جبت كذا عملت كذا، وفي حاجات انت ما بتبقاش عايزه تعرفها لحد فدي هتبقى جانب مش هتعرفها ومحدش هيعرفها ما بين غير الزوجه والزوج. أيوة. انما في قدام الظاهر ان حماتك عارفه كل حاجه، هي كده امتصت الفضول اللي عند حماتها، هي عرفتها اللي ينفع تعرفه وما عرفتهاش، وفي نفس الوقت بقت حبيتها. عندنا الحمه الثانيه المتسلطه، الحمى المتسلطه دي بقى دي اصعب الانواع. دي اصعب الانواع اللي هي بصي تدي، هي اللي عايزه، هي الست تحكم على الزوج، هي الست البيت. صعب ان هي تبقى داخله زوجه، ممنوع ان الزوجه دي تبقى ست عليها. هي عايزه تدي القرارات، تاخد تدي الاوامر، ما تاخدش اوامر من حد. يعني عايزه انا قلت لك على حاجه تقولي لي نعم او صح، انت صح، ما تجادلهاش. دي هتقدري تتعاملي معاها تتعاملي من البدايه كده تهربي. لا دي محتاجه، دي محتاجه اعاده تقييم تتعامل معاها ازاي. يا اما بدايه الزوج بقى يسيب اللي وراه واللي قدامه. لا 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 هي مش محتاجه الزوج خالص، لا 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 مش محتاجه تدخل خالص، هي محتاجه ذكاء من البنت. هقول لكم ازاي، هقول لكم هو فعلا محتاج ذكاء من البنت، محتاج هو الموضوع فعلا محتاج ذكاء ومحتاج اعاده تقييم. اصل انا هقول لك على حاجه، مهما البنت مهما الزوجه سابت بيت جوزها وراحت عند اهلها، الموضوع مش هيتحل او مش هتحليها او مش هتغيريها، لان دي واحده متسلطه، انا متحكمه في كل حاجه. بالتالي ان انا هعمل ايه؟ ختام حلقتنا عندنا يعني انواع كتير يا جماعه، استنى المفروض ان احنا نعمل حلقه مخصوص لانواع الحموات. شكلها شكلها جامد قوي بالظبط كده. والله خالص انا حماتي للاسف وقت حلقتنا خلص والموضوع كان كبير قوي بصراحه، وكان عايزين حلقه كبيره عشان نتكلم في الموضوع ده بانواع الحموات. حنين احنا في ايه، احنا بنضحك علينا في ايه؟ نعمل حلقه فعلا الموضوع دوت. بس الموضوع اصلا الموضوع كبير، الموضوع مش حلقه مش فقره. وعشان وعشان البنت تبقى عارفه ان هي ازاي تحل الموضوع، محتاج حاجات، محتاج وقت طويل قوي عشان تفهميها. وتبقى في بس هو المفروض يعني انا بقترح انه تبقى في اماكن تعديل سلوك للبنت قبل ما تقبل على مرحله ازاي تتعامل مع حماتها. دي حاجه مهمه جدا دلوقتي، لانه هي برضو مهما هي خلينا عايزه تختم، احنا نكمل مع بعض. بص هقول لكم على حاجه، هو الموضوع بيبقى انت تتعامل مع ام زوجها، ام حد هي يعني معلش اصل اللي عندنا. طيب احنا ممكن ناجل الموضوع دوت ان احنا نعمل حلقه مخصوص ليه. تمام وفي ختام حلقتنا النهارده نحب نقول بلاش تسمعوا لكلام حد، وخلوا نصايحكم لنفسكم، بلاش نقول على الحما انها يعني حاجه وحشه قوي كده، لا الحماوات كلها بنحبها جدا. هي امراه زي عليها بالظبط، كل واحده بتعمل حسابها زي مامتك بالظبط، مش هتجبريها انها تعمل حاجه. حسابك ان انت في يوم من الايام هتبقي في وضعها، فاللي هو اللي هتعمليه هتلاقيه. ده اللي عايزه اقوله، وحاجه ثانيه كتير حنين طبعا بالظبط كده، هتوحشونا جدا الحلقه الجايه، وانتظرونا الاسبوع اللي جاي.